بالنسبه للحمل اللي كيزرى للناس هذا العام، كاين العام الاول هو الحراره اللي الانسان كيذبح وكيخلي هذيك السقيطه النهار كامل وهي في الشمس، راه كتصاب بواحد التعفنات، زائد العلف اللي كيكون ديال سيكاليم، زائد اللي كيعطي البزاق ديال الدجاج، والطريقه ديال التخزين كيفاش كنخزن هذاك اللحم في هذاك المجمد ولا هذاك الكونجيلاتور، حتى هي كتلعب دور. ما نقدروش نحملوا المسؤوليه كامله للعلف 100%، راه كاين العلف عنده دور، زائد الحراره هي الاولى، زائد الناس كتجد اللحم كديروه في ميكات وكتلوحوا دقه واحده في الثلاجه، راه شيء طبيعي غيزرق اليوم هذاك اللحم. احنا في العلف كنعطيو الذره والشعير والفول، هذو هو العلف اللي عندنا، ولحد الان ما جاتنا حتى شي كايه. انا حليت نهار الحد وحتى شي واحد ما جات شكا عندي هنايا، قال لي اللحم زراق ولا شي حاجه، ما كاين حتى شي شكايه. ما باقي حتى شي بلاغ ديال وزاره الفلاحه اللي غيقول لك بانه من العلف ولا من الشمس، باقي ما خرجش بلاغ ديال وزاره الفلاحه، خاص الوزاره المعنيه حتى هي تخرج واحد البلاغ، لا كان من العلف تقول الناس من العلف، كان من الحراره تقول الناس من الحراره، هادشي اللي كاين. حيت كل واش كيعطي، كاين اللي كيعطي سيكالين، كاين منطقه ديال زعير كيعطيو سيكالين، كاين ناس اخرين كيعطيو البزاق ديال الدجاج، ولكن خاص الوزاره المعنيه هي تخرج بالتصريح وتوضح للراي العام من نشاط الزروقيه جات. اللي كيتسبب في التعفن بالضبط عندك سيكاليم وعندك بزاق ديال الدجاج، هادو هما اللي كيتسببوا في التعفن. يعني علف ماشي طبيعي، كانت بحال هذاك الحولي كتعطيه لي بروتين بزاف، كيكون هو نباتي، وكتعطي حيت سيكاليم كيف ما كنعرفوا راه هو بروتين اللي هو حيواني كيتصايب من الاسماك، وكنعطيو الحولي كتقوى عنده لي بروتين، شيء طبيعي غتخرج فيه شي حاجه، ماشي هي هذيك لي بروتين بزاف، كتعطي واحد النسبه زايده ديال لي بروتين اكثر من الجهد ديالو، ولا ذبحتي راه داك البروتين غيبانوا في اللحم.